الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وبعد، في لقائنا المتجدد في شرح صحيح الإمام العالم الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، وصلنا إلى الباب 30 بعد 400، باب الكفن في ثوبين. في الباب حديث واحد، والرابع بعد 500، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته، وقع من فوق دابته، فوقصته، أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ومعنى الحديث أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: بينما رجل واقف مع رسول الله بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال أوقصته، أي رمته من فوقها، فلما رمته من فوقها، من فوق الدابة، وقع على رأسه أو رقبته، فاندق عنقه، يعني انكسر عنقه، مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، لما في الحنوط من الطيب، وهو محرم، والمحرم يحرم عليه استعمال الطيب. ولا تخمروا رأسه، لا تغطوه، لأنه محرم، والمحرم لا يغطي رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي على صورة الحاج الملبي، لأن الإنسان يبعث على ما مات عليه. نسأل الله لنا ولكم حسن الختام بعد طول عمر وحسن عمل، اللهم آمين. فقه الحديث يدل أولا، قال ابن دقيق العيد، فيه دليل على أن المحرم يبقى في حقه حكم الإحرام إذا مات، فلا يحنط ولا يغطى رأسه ولا يكفن في ثلاثة أثواب كغيره، إنما يكفن في ثوبي إحرام. ثوبي الإحرام اللي هو الإزار اللي من تحت من فوق السرة إلى تحت الركبة، واللي على الأكتاف الذي يغطي كتفيه وصدره وبطنه والجزء الخلفي من الظهر. هذا مذهب الشافعي وأكثر أهل العلم. أما مالك وأبو حنيفة قالوا فإنه يكفن كغيره، عندهم كغيره، وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة بزوال محل التكليف وهو الحياة، ولكن لا قياس مع النص. صحيح أنه لا قياس مع النص، هم بيقولوا أن العبادة انقطعت، أنه مات، والتكليف للأحياء وهذا ميت، فانقطعت العبادة بزوال محل التكليف، لكن الصحيح لا قياس مع النص. كيف نقيس وهذا نص واضح؟ يعني ثانيا، جواز الكفن في ثوبين أو ثوب واحد وهو الصحيح، يجوز هذا ويجوز. المهم من الإنسان يموت على الإسلام ثم يتبع من يقوم على تكفينه وغسله بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.